الذي يجري بالنسبة لموضوع كورونا هو نفس الذي جرى يومها بالنسبة للحركات الإرهابية، لا تختلف عنها قيد أنملة أبدا أبدا أبدا، إنها تروج لغاية واحدة، هي التخويف والتخويف والتخويف، وعن طريق التخويف يتم التحكم في الناس. بصراحة الذي نحن فيه اليوم هو حرب عالمية ثالثة، لكنها لم تطلق فيها تلك الدول رصاصة واحدة، حرب على كل الشعوب، على كل مقدرات الشعوب. ولتكن ثقتكم بالله في هذه الأوقات العصيبة أعظم من أي وقت مضى. كونوا مع الله يكن الله معكم، وقفوا شامخين بدينكم وبإيمانكم ولو وقفتم وحدكم. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر. مرحبا بكم في وقفات، حلقة جديدة نلتقي فيها بموضوع كورونا وكوفيد 19، هذه الخدعة الكبيرة والكذبة الكبيرة والخديعة الكبيرة على الإنسانية جميعا. يتدبر. وصلني الأمس خبر عن موضوع كورونا وما استجد في العالم من سلالات جديدة، فالخبر يقول أخطر من سلالة دلتا المنتشرة في الهند، هناك سلالة إبسيلون متحور جديد لفيروس كورونا ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية. دعنا نستمع للخبر ونحلل ما قاله أصحاب هذا الخبر المخيف الذي من شأنه أن يخيف العالم ويركعهم ويخضعهم لما يريده أرباب المال والأدوية. ظهر متحور جديد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة يطلق عليه اسم إبسيلون، أخطر من سلالة دلتا المنتشرة في الهند. سمعتم؟ أخطر من سلالة دلتا المنتشرة في الهند، يعني سلالة دلتا التي شارك فيها المعتوه رئيس الهند أو رئيس وزراء الهند مودي لتخويف الناس، وهي جزء من المؤامرة الكبرى. الآن عندنا سلالة جديدة أخطر من سلالة دلتا، يعني يا جماعة حضروا حالكم للموت مباشرة. وذلك لقدرته على إضعاف فاعلية الأجسام المضادة التي تفرزها اللقاحات الحالية أو عدوى فيروس كورونا السابقة. يعني هذا الإبسون أو الإبسيلون، يعني هذا المتحور الجديد إبسيلون قادر على تدمير كل هذه اللقاحات وتجاوز كل هذه اللقاحات. ترون سياسة التخويف؟ يقولون أن هذا المتحور قادر على تدمير كل شيء، قنبلة نووية، قنبلة ذرية، لن يستطيع أحد أن يتوقف أمامه، لا لقاح ولا فاكسين ولا 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 كمامات ولا معقمات أبدا. هذا المتحور تماما حركة إرهابية كالقاعدة أو داعش. وبحسب العلماء يمتلك المتحور إبسيلون القدرة على الهرب تماما من الأجسام المضادة المستخدمة في العيادة. يعني هذا المتحور كأنه مثل الإرهابيين هذو اللي روجوهم لنا في 20 سنة الماضية، يستطيعون التخفي، التهرب، يستطيعون ضرب الجيوش النظامية وبسرعة البرق لا تجدهم ولا تراهم ولا تستطيع إمساكهم. نفس الإبسيلون، عارفين القصة كلها على بعض. بالإضافة إلى تقليل فاعلية الأجسام المضادة من بلازما الأشخاص الذين تم تلقيحهم، وحتى الذين لقحوا لن يسلموا من إبسيلون. ووفقا لما قاله الباحثون وما أكده الباحثون، من هم الباحثون؟ لا ندري، مثل ما يقولون في موضوع الإرهاب الخبراء السياسيين والمحللين السياسيين ومعهد الدراسات يقولون أن القاعدة و داعش وبوكو حرام وإلى آخره، هذه حركات لا يمكن التصدي لها، الوحيد اللي يستطيع أن يتصدي لها هي أمريكا ومن حلفها. تظهر أحدث البيانات أن متغير إبسيلون يعتمد على استراتيجية غير مباشرة، وحتى إبسيلون هذا عنده استراتيجية جماعة، عنده استراتيجية سياسية، استراتيجية عسكرية، استراتيجية حربية. شايفين التعابير التي تعود العقل استيعابها حتى يمررون الرسالة، هي رسالة التخويف، رسالة الإرهاب وغير مألوفة للتخلص من التحييد والهروب، من التحييد والهروب، أي من تحييد المرض والهروب من اللقاحات والمضادات المناعية، وبالتالي لا يتمكن جهاز المناعة من رؤيته ومحاربته. يا سلام على الخبر، بصراحة خبر بامتياز، خبر كأنني أسمع خبر عن القاعدة أو داعش حينما ظهرت في العراق أو بوكو حرام
أو هذا الجماعات الإرهابية التي لم يوقفوا تصديرها للدول العربية والمسلمة حتى أنهكوا تلك الدول وقضوا مأربهم وحاجتهم منها. نسأل الله تعالى أن ينتقم منهم. يتدبر. يا إخوانا، الذي يجري هو نفس الذي جرى من الدعاية الإعلامية لمثل هذه الحركات الإرهابية. الذي يجري بالنسبة لموضوع كورونا هو نفس الذي جرى يومها بالنسبة للحركات الإرهابية، لا تختلف عنها قيد أنملة أبدا أبدا أبدا. فأرجو الذي لم ينتبه بعد والذي لم يعي بعد ما الذي يجري حوله فلينظر وليقرأ وليبحث. الوضع نفسه والأهداف التي يريدونها نفسها، هي التخويف والتركيع واستنفاذ مصادر الدول وإنهاك الشعوب حتى تصبح عبيدا لها. بصراحة الذي نحن فيه اليوم هو حرب عالمية ثالثة، لكنها لم تطلق فيها تلك الدول رصاصة واحدة. حرب على كل الشعوب، على كل مقدرات الشعوب، لكن رصاصة واحدة لم تطلق، ونحن نعيش اليوم الحرب. فمن لم يعي ذلك فقد فاته القطار. في الختام لا تنسوا، فيروس إبسيلون كفيروس دلتا سيزول إذا وعيتم بما يجري حولكم ولم تنجروا وراء هذه الدعايات الإعلامية الكاذبة لكل وسائل الإعلام. إنها تروج لغاية واحدة، هي التخويف والتخويف والتخويف، وعن طريق التخويف يتم التحكم في الناس. فلا تخافوهم وخافوني، أي الله سبحانه وتعالى، ولتكن ثقتكم بالله في هذه الأوقات العصيبة أعظم من أي وقت مضى. كونوا مع الله يكن الله معكم، وقفوا شامخين بدينكم وبإيمانكم ولو وقفتم وحدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولست ترى الإنسان بها دوما يتغير، ما أروع عقلا يستهذي، يسأل يتأمل يتفكر.